من اللي قاطع الرحم عنده قطع في الرحم يعني ويدعو على قلبه. هذو هما فقط ثلاث اشخاص اللي نقدروا نقولوا انه دعائهم غير مستجاب. كي نقول اثم ويدخل فيه الاثم كلمه كبيره، معاصي اثم، كل ما لا يرضي الله اثم. والقطيعه قطعه الارحام يعني، وهذه حاجه كبيره، يكون ولو زعما وليد عمده بعيد راهو في رحمه، يعني راهم عندهم جايين من نفس من بعضكم من بعض، فهذا يعني مما يجعل ان الدعاء لا يستجاب. والغافل هكذا. والغافل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم واحد نهار مع احد من الصحابه، اظن على ما اظن حذيفه، كانوا يدعوا في الطواف. جاء الاعرابي قال له والله يا رسول الله ما نعرفش انا ندعو ربي. قال له انت واش راك تقول؟ قال له انا ندعو يا ربي اديني الجنه وبعدني على النار. قال له كذلك انا ومعاذ ندندن، حولها ندندن، احنا ثاني كاع واش كنا؟ نفس المضمون. هذه هي بيت القصيد. ان ندعوه بالجنه ونستعيذ به من النار. ندعوه انه هذا دعاء انه يحقق لنا هذا الشيء. والاستعاذة قلنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نستعيذ به من كل ما هو شر، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من الشيطان الرجيم، نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك. هذا مما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. قال لك إلا ما كانش عندك كامل وقت، قل لما أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك الجنة وما قرب إليها مقول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها مقول وعمل، ثم أسألك خير ما سألك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل الشر استعاذ به نبينا محمد. لأنك هنا راك دخلت في طاقة في ذبذبات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها حتما سيستجب لك. أنت راك تبعه، هو قدوتك، راك مستقيم، راك فإنك يعني الكون وكل راه مسخر ان يستجاب لك في اي دقيقه. انت ادعو الله بانك يعني موقن انه سيستجاب لك، وانت ثم بعد راقب نفسك وراقب ذنوبك. هذا هو الحاجز بين الدعاء والاستجابه. كما قلنا كذلك حاجه واحده اخرى، ان الانسان عندما يدعو لا يكون في حاله استقبال، مثلا هو يجي الاجابه. هو ذاك النهار يكون ذبذباته منخفضه، انه مكتئب، انه متوتر، انه يعني قنط، خلاص لم يستجب لي، قطع الدعاء، لم يتواصل، ما لم يستعجل، او انه متشائم، او متشائم. هنا جاء استجابة، جات، هو لم يكن في استقبالها.